دلوقتي يقول يا فندم انا عايز اعترف بحاجه، انا اللي قلت الكلام ده مش خالد. سقفوا له كلكم. ده النموذج اللي احنا عايزينه عندنا في السكه الحديد. نموذج شجاع ما بيخافش. لما يغلط يقول انا غلطت. وعلى راسنا كلنا من فوق. مش السواد بتاع اخويا. خلاص ما عرفتش اعملها. ابدا. بعد اذنك يا فندم. البص هنا طيب. السيد اشرف لاحظته لان سرعه الخط كانت 50 كيلو. كويس. وبعدين في كوبري عاوز ابقى في التعبير. يعني اذا اللي ماشي على مهله بيشوف كويس. قول له التزمت بالسرعه. اتفضل هنا. بص هنا بص هنا. يلا بص هنا. بص هنا بقى. اهو اهو. شاكرين. شكرا فندم. وربنا يعيد علينا كده ان شاء الله باذن الله رمضان. بالخير واليمن والبركات. احنا النهارده قاعدين مع بعض عشان نرسي تقليد يستمر في السكه الحديد. هو كان موجود ولكن ما كانش بالشكل الجماعي ده. وهو تقليد ومبدا. التقليد اللي احنا كل فتره نجمع الناس سواء نقعد نعمل معاهم لقاء زي ما حصل في اللقاءات السابقه في طنطا او في كوما براضي او في المنيا او في اي حته او في الزقازيق. لقاء نقعد نتكلم مع بعض فيه عشان نسمع بعض عشان نعرف مشاكلنا وايه مقترحات الناس اللي على الارض اللي شغالين لحل المشاكل دي وتطوير مرفع السكه الحديد. احنا بنعمل كل ده في كل القطاعات وزاره النقل على فكره. كل القطاعات وزاره النقل بنعمل فيه ده. فده التقليد. اما المبدا اللي بظن بنحاول نرسيه وان شاء الله طول ما انا موجود معاكم في وزاره النقل هنرسيه. وهو مبدا الثواب والعقاب. مبدا الثواب والعقاب. والحافز لمن يستحقه. الحافز لمن يستحقه. سواء حافز انتاج او حافز اجاده او حافز تنفيذ عمل بجوده وبكفاءه. يبقى الثواب والعقاب والحافز لمن يستحقه. والارباح والارباح في الشركات او غيره عندنا في السكه الحديد او في كل الوزاره لمن يربح. والارباح لمن يربح. ده كلام انا مقتنع بيه وده عقيده راسخه عندي ولن احيد عنه. ولن احيد عنه. الربح للشركه اللي بتكسب فقط. شركه بتخسر مش هتاخد ربح حلال. طب بعد شويه وحاولنا معاها وما كسبتش ملهاش مكان عندنا بعد كده. هنصفيها. هو كده. طب حد بيعمل حافز ما يستحقوش؟ لا. طب كان بيحصل خلاص كان بيحصل ان شاء الله مش هيحصل تاني. طب ممكن برغم ان احنا هنجتهد ونحاول ندي الحافز لمن يستحقه وحد هيفلت مننا كده؟ وارد. وارد. ولكن دور كنت واقف. اللي تقول يا فندم والله يا فلان ده ما بيشتغلش وما يستاهلش ياخد حافز واخد حافز. بس يبقى عندك مستندات. ما تقولش كلام على المطلق وكلام عايم. فلان يا فندم دخل مكافأة وهو ما عملش حاجة. تقول. طب فلان يا فندم أخطأ. ما هي دي زي دي. فلان يا فندم أخطأ. فلان يا فندم ما جاش الشغل. فلان يا فندم أهمل في شغله. وخد الحافز بتاعه زي ما هو. ما اتخصمش منه حاجة. ما خدش جزء. لا. من حقك تتكلم. أنا بخاطبكم ممثلين لكل من هم في السكه الحديد. الكلام اللي بقوله لو سمحتوا يتنشر عني زي ما بقوله. ما يتأولش ولا يتنشر كلام تاني ولا تالت. اللي بقوله يتنقل. الثواب وإيه؟ والعقاب. الثواب لكل من اجتهد، لكل من
نفذ شغله لكل من كان صاحي ويقظ وحمى القطر بتاعه وحمى محطته وحمى مزلقانه وحمى شغله من لا قدر الله حادثة أو كارثة. ولكن المهمل لازم يحاسب، المتكاسل لازم يحاسب، المخطئ لازم يحاسب. محدش اعتقد في حضراتكم كلكم اللي قاعدين قدامي ولا في السكه الحديد ولا في وزاره النقل اللي انا مسؤول عنها انه يقدر يغلطني في كده. الثواب ايه؟ العقاب. الحافز لمين؟ الذي يستحق. الربح لمين؟ من يربح. للي بيكسب. محدش يقول لي اصل الشركه بتاعتي خسرانه بس احنا غصبا عننا وعايزين ارباح. لا، والنبي اللي قاعد بيسجل بالتليفون يعني انت جاي تسمعني مش جاي تسجل، وطلع طلع الكمامه على مناخيرك.